مرحبا، هون الأستاذ وائل. كمان بهالفيديو حيحكي عن بعدنا بتشابتر 1، حيحكي عن الدوكومنت 5 اللي هو الأوجينيسيس. هيدا يعتبر بالنسبة لي أصعب دوكومنت بالشابتر 1، وعادة التلاميذ بيلاقوا صعوبة فيه، فحاخد وقتي فيه لحتى أشرحه قد ما بقدر إن شاء الله وبيكون مفهوم. أكيد هذا الدرس المفروض تكونوا حاضرين الميوزز، الفيديو الميوزز أو بتعرفوا عن الميوزز قبل، لأنه it's based on the ميوزز، وكمان بفيد إذا كنتوا حاضرين أو عارفين عن السبرماتوجينيسيس اللي هو production of sperm cell. Oogenesis هي production of oocyte أو منسميها ovium أو منسميها egg cell اللي هي الجميت عند الفيميل. خلينا من هلا وراح نسميها اووسايت اللي هي الجميت اللي هي ready for fertilization، اللي بتكون ready لحتى تتلقح من السبرم سيل. اول شيء الاورجانز اللي بيعملوا الاووسايت هن الاوفريز، نحن حكينا عن هالشيء قبل. والفيميل عندها تو اوفريز اون هيدي فرونتال فيو، يعني هيدي كانوا مطلع من الدم، في اوفري على اليمين وعلى الشمال. هول اوفريز موصولين باللي بنسميه فالوبيان تيوب، وحكينا عنهم باول درس. وفي هيدا اليوترس اللي هو الرحم مطرح ما بيكبر البيبي. هيدي الاوفري الديفرنس بتوين عند الميلز والفيميلز، يعني بتوين سبرماتوجينيسيس واوجينيسيس، انه سبرماتوجينيسيس از ان اون جوينج بروسيس، يعني دائما في production of sperm cell, release of sperm cells, production و release. الأوفري sorry الأوجينيسيس فينا نقول منظمة أكتر. so ما فيها البرودكشن العشوائية or random production of oocyte. في عنا cycle، الفيميل cycle اللي حنحكي عنه بالدروس لما نجي للهرمونز cycle. السايكل usually it's typically it's 28 days, sometimes 30 days. With every cycle, هيدا طبعا السايكل بيصير after puberty، حنشوف هلا كيف. With every cycle، يعني بكل cycle بيكون في release of usually one oocyte، either من الأوفري اليمين أو الشمال. هل oocyte is released وبتقعد بالفالوبيان تيوب هون waiting for the sperm cell. ممكن يكون في sperm cell ويصير في fertilization ويصير في pregnancy، ممكن لا، ساعتها هل oocyte حتموت و will be released at the end of the cycle، هي من الـ menstruation. حنشوف these in details later، بس هلا انه المهم تعرفوا هذه الـ general idea انه every cycle one oocyte is released. نجي لل structure of the ovary. بس نحكي عن oogenesis في two sides، نحكي منا نحكي عن هي السل الجميت كيف عم تتغير، منا نحكي عن شيء اسمه follicles. الفوليكلز هني the place، المكان the oocyte اللي هي الجميت اللي عم تكبر فيه. so الفوليكل بتكون عادة عنا هون الاووسايت وحواليها all of this is the follicle. كل هيدي هي الفوليكل. الفوليكل هي مكون من الاووسايت وسراوندد باي سيفرال سيلز، بنقولن فوليكولار سيلز، اللي عندهم a lot of roles وكتير مهمين، بس بدنا نشوف كيف الفوليكلز بتتغير مع الوقت. هلا كمان another difference between oogenesis spermatogenesis انه oogenesis starts at birth sorry before birth، يعني بتكون الفيميل بعدها ببطن امها. لما تكون الفيميل بعدها ببطن امها بيكون عندنا production of a lot of primordial follicles. primordial follicles حيكون عندهم الجاميت اللي جوا. هلا حنحكي هلا اول شيء عن اللي بنقول له follicogenesis اللي هو كيف الفوليكل تتغير، بعدين بنشوف الاوجينيسيس اللي هي كيف الاوسايت تتغير، وبنربط انه بهالفوليكل كان عندنا هيدي السل. So بيكون عندنا كتير primordial follicles اللي هن before birth. So this is before birth. بيصير يتكون عدد من primordial follicles، و at birth
خلص ما عادش بيكتر البريمورديال فوليكلز. عشان هيك في عدد محدد من الجاميت للفيميل، وعشان هيك بتوصل to an age اللي هو usually 40 to 50 years من قله menopause ببطل تعطي جاميت بالمرة وخلص. ليش؟ لأنه عنا عدد معين من البريمورديال فوليكلز. Primordial follicles بيصيروا primary follicles، وبعدين after puberty every cycle، يعني من هون فيك تقول after puberty كل cycle ببلش one primary follicle بتبلش تكبر one. هلا sometimes بتكون أكتر، بس the usual cases one primary follicle بتبلش تكبر. هل primary follicle مثل ما شايفين follicle بتكبر، الأوسايت تتغير، منشوف كيف تتغير هلا، والسيلز بيكتروا حواليها، بتصير secondary follicle، بعدين بتصير من إلا tertiary secondary، يعني second tertiary يعني third tertiary this is an R follicle، بعدين بتصير mature follicle اللي من إلا graphian Graphian follicle. The graphian follicle هي follicle that's now mature or ready for the release of the egg cell. وده اللي صار هون شايفين release. The release من إله ovulation. So ovulation is the release of the egg of an oocyte or of an ovum once per cycle. So برجع بعيد. بيكون في كتير primordial follicles before birth. At birth خلص هيدا العدد ممكن يكونوا صيروا primary follicles بيوقفوا، ما بيصير في أي تغيير ل puberty. After puberty one per month or one per cycle of the primary follicles، هيدي ال primary follicle for example بتبلش تكبر تكبر تكبر، بتصير graphian، تعمل ovulation تطلع ال ovum لبرا. The remaining تبع الفوليكل بيصير اسمه corpus luteum. هيدا الكوربس luteum بعدين حيصير corpus albicans وبعدين خلص بيختفي. الكوربس luteum ممكن دغري يختفي by the end of the cycle إلا إذا صار في fertilization، يعني صار في pregnancy صار في حمل. بيبقى 3 months. Okay so بيجا the second cycle، السايكل اللي بعدها لنقول ما صار فيها pregnancy، السايكل اللي بعدها another primary follicle بتصير تكبر تكبر تكبر، تعمل ovulation، بتصير corpus luteum corpus albicans و degenerate يعني بتختفي، وكل سايكل وحدة منهم لحد ما يخلصوا بيكون صار عمر الفيميل usually بين 40 و 50 سنة، بيخلصوا هولي وكل السايكل stops. So هيدي اللي بنقلها، هيدي لما نحكي عن ال follicles. هلا لازم تعرفوا the structure of the graphian follicle. Graphian follicle هي mature follicle اللي هي لما ال follicle صارت جاهزة لل ovulation، وبرجع بذكر ال ovulation هي release of the egg، ومثل ما قلنا قبل حيروح يقعد ال egg حتروح تقعد بال fallopian tube. The graphian follicle usually this is the egg cell or this is the ovum or the oocyte. حيكون محاوطها أول شيء حيكون عندها layer around it اسمها zona pellucida. هيدي المفروض تعرفوا zona pellucida هي layer اللي محاوطها egg cell، وهيدي layer اللي لازم يخترقها sperm cell لما يصير فيه fertilization. بيرجع a group of cells surrounding the egg cell اللي هن منقلهم corona radiata. Corona radiata هولي they are لما يصير فيه ovulation، يعني هاي كلهم بيظهر لبرا، يعني مش بس الاكسل تروح على الفالوبيان تيوب، لا كمان الكورونا رادياتا بيظهروا معه، فحتى السبيرم بده يفوت بيناتهم لما يصير في فيرتلايزيشن. بقيه الاسامي ما كتير مهمين. هلا اكيد لازم تعرفوا انه في هون فوليكولار سيلز، هيدي الوصله بين الفوليكولار سيلز والاكسل اسمها كومولوس او فورس، يعني اتس جود تو نو. اهم شيء زونا بلوسيدا وكورونا رادياتا، عندكم تكا اكسترنا وتكا انترنا، مثل ما قلت مش غلط تعرفوهن، بس ركزوا أكتر شيء على these two words. هلا نجي لل هي الأوجينيسيس، نجي للسل الأوسايد بغض النظر عن الفوليكلز كيف عم تتغير. الأوجينيسيس أول شيء هون الأسامي بيشبهوا كتير سبيرماتوجينيسيس، يعني عندكم أوغونيوم مثل سبيرماتوغونيوم، عندكم
primary oocyte أو oocyte 1 oocyte 2 و oooted أو ovium بالنهاية. أول شيء هيدا كله before أوبس سوري هيدا خليني ألغي ال كريزر أوكي هيدا كله before birth. Before birth بيكون عنا كلهم oogonium. Oogonium يعني مثل السبرماتوغونيوم إذا بتتذكروا بعدهم 2N بس عم بيصير في mitotic division لحتى نعمل stock منهم بعدين كلهم بيصيروا ببلشوا بالميوزز ها كله before birth ببلشوا بالميوزز 1 بيصيروا primary oocyte أو oocyte 1 يعني بيضلهم 2N بس ال DNA duplicates بيصيروا like this هون بكون بعدهم like this وهون في the first pause أو the first stop اللي هي at birth so بتخلق الفيميل is born عندها عدد من primary oocyte أو oocyte 1 موجود بالovaries وما بيصير شيء until puberty okay so and من البيرث till puberty هيدي البوز يعني هون في مثل stop ما بيصير شيء in puberty صار عندها هلا بكون مات كتير منهم لوقت عشان هيك بيبقى عندها عدد معين من الاوسايت 1 primary oocyte in puberty every cycle one of the oocyte 1 هتكفي الميوزز تعمل اول division بتصير oocyte 2 or secondary oocyte هون صارت N بس بعدهم دبل كروموزوم إذا بتذكروا بالميوز وبصير في عنا another stop هلأ هون مثل ما شايفين it's uneven منقول إنه division uneven مش مثل spermatogenesis ليش؟ لأنه عطت وحدة لما تنقسم if you remember the first division of meiosis بتعطي two cells عطت cell كبيرة وcell صغيرة هالcell الكبيرة هي ال secondary oocyte والcell الصغيرة هو بنسميه polar body. البولار body هو عبارة عن ولا شيء cell membrane وفي the number of chromosomes اللي نحنا قسمناهم. أما كل شيء organelles كل شيء بالcells بيبقوا بالsecondary oocyte. هلا ممكن ينسأل why إنه ليش هالشيء بيصير؟ لأنه the egg cell هي اللي بدها تصير الزايغوت وهي اللي بدها تعطي an embryo. فبدي يكون فيها كل النيوترينز كل الأورغانيلز وما يكون ناقصة إلا الـ 23 كروموزومز اللي جايين من السبرم سيل so لما يجي السبرم سيل هيدي السيل مهيئة وحتكون أصلاً the biggest cell in the body هي الأك سيل هي الأوسايت مهيئة لحتى تصير زايغوت اللي هي first cell تبعت البيبي وتصير تقدر تعمل division وتقدر تصير embryo فبتصير هون خلصت الميوزز first division of meiosis صار عنا secondary oocyte عنا هون stop اللي هي at ovulation يعني at every cycle one of the primary oocyte اللي موجودين بلش first تخلص ال first meiosis بتعطي secondary oocyte هيدي secondary oocyte بتصير عندها ovulation تطلع وبتقعد بالفالوبيان تيوب هون في pause كمان هيدي البوز هي until the end of the cycle if إذا ما في sperm cell ما في fertilization ما في sperm cell موجود ما بتكفي ها كله ما بيصير the oocyte 2 will die will be released at the end of the cycle with along with everything will uterus with blood وكل هيدا اللي هو المنسترويشن من إلا هو بيخلص السايكل وبيخلص الاوجينيسيس هير اما if there is fertilization يعني هون ما منكفي الا اذا في fertilization if there is fertilization مجرد ما السبرم سيل يدقر الاووسايت 2 secondary oocyte اول ما يبلش بده يفوت the oocyte 2 will continue the second step of meiosis كمان uneven تعطي اللي من الا الاووتيد كيف السبرماتيد أو تيد وبتعطي second polar body ممكن ما يبينه هون بس this is oooted this is second polar body مجرد ما عطت الاووتيد كان السبرم صار جوا
وصار عندنا هون ان كروموزوم من المذر وان كروموزوم من الفاذر دايركتلي النوكليوس هون النوكليوس هون حينجمعوا هنشوفها بالسكند بالكومينج دوكيمنت اللي هو الفيرتيلايزيشن وبصير عندنا ذا فيرست سيل اللي هي زايجوت. So, مثل ما شايفين في two poses. هلا حفرجيكم هالبيكتشر هون اللي حتفرجي الاوجينيسيس مقارنة مع الفوليكولوجينيسيس يعني الفوليكل. So before birth في ميتوزيس كتير في كتير اوغونيوم اللي هني مثل stem cells يعني هني stock اللي هني كلهم بعدهم بقلب البرايمورديال فوليكل. بصير بتبلش the beginning of meiosis اللي هي بتصير primary oocyte يعني doubles the DNA وstops كل childhood اللي هي from birth till puberty هيدا the first stop كلهم primordial follicle عند ال female عندها عدد من primordial follicle at puberty one each month one of the primary oocyte بتبلش تكفي the first division of mitosis sorry of meiosis بتعطي first polar body بتعطي oocyte 2 ومثل ما شايفين هون بتكون بهالوقت اللي عم هيدي عم تعمل هيك هي الفوليكل اللي هي this oocyte 2 الفوليكل اللي موجوده فيها بتكون عم تكبر بتصير primary secondary tertiary تصير الجرافيان فوليكل اللي حكينا عنه وبتعطي بصير في ovulation الovulation بتكون at هي second step oocyte 2 secondary oocyte or oocyte 2 so the cell that's ovulated is an oocyte 2 هون خلصنا هولي صاروا الفوليكل صارت كوربس ليتيوم اذا بتتذكروا واذا ما في فيرتيلايزيشن دغري الكوربس ليتيوم بيصير كوربس البيكانز ودي جينيريت وتخلص والاوسايت 2 ويل داي بس اذا كان في فيرتيلايزيشن هيدي الاوسايت 2 بتكفي بتعطي اوتيد هون بس مفرجين انه ممكن الفيرست بولر بادي ينقسم مش مهم بتعطي اوتيد بتعطي السكند بولر بادي وهيدا خلص صار في فيرتيلايزيشن هون حيكون عندنا الزايجوت اللي هو فيرست سيل والكوربس ليتيوم حيضل 3 مانث بيفور ديجنريتنج وهون بيصير في بريجننسي واصلا ما بيصير في سايكل تاني يعني كل السايكل ستوبس سو ما بيكون في برايمري اوسايت حتفوت بالسايكل لانه لما يكون في بريجننسي everything ستوبس شوي معقدي حاولت بسطها قد ما فيه اهم شيء تعرفوا انه في two stops تعرفوا انه the first stop هي from birth till puberty بتكون primary oocyte the second stop هي from ovulation till fertilization بتكون secondary oocyte ما ضروري يكون في fertilization ممكن ما يكون في بتموت as a secondary oocyte the cell هيدي الاوجينيسيس ان شاء الله يكون بسطت عليكم واني كويشن اني ثينج يو نيد مي تو اكسبلين اكثر فيكم تكتبوا بالكومنتس تحت ثانك يو فور واتشينج